ست لاعبين خارق قائمة النادي الأهلي في هذه المباراة: صالح جمعة، رامي ربيعة، محمود وحيد، علي لطفي، أليو ديانج، وأحمد الشيخ خارق قائمة النادي الأهلي أمام نادي الزمالك. إذن هنتكلم عن بقية ال 18 لاعب المتواجدين في القائمة الرئيسية للنادي الأهلي في هذه المباراة. خلوني أرحب بضيفي في الفقرة الأولى، دكتور أحمد ثابت. هيتكلم معانا طبعا عن مقارنات ما بين اللاعبين والاثنين المديرين الفنيين، وايضا هيتكلم عن طرق اللعب. ازيك يا دكتور؟ يعني انا حابب اشكرك النهارده على وجودك معانا في ظل حاله الوالده، يعني ان شاء الله يا ربنا يقومها بالسلام. تحياتي لحضرتك، وان شاء الله يعني ربنا يشفيها وتبقى بخير باذن الله ان شاء الله. طيب خلينا نبدا على طول بمقارنات ما بين المدير الفني للنادي الاهلي ريني فايلر والمدير الفني لنادي الزمالك لوتين سيدوفيتش مدرب الزمالك اللي هو ميتشو. طبعا هي في يعني في البدايه ان هي ان شاء الله النهارده مباراه سوبر، نتمنى ان هي في الاول ان هي تخرج بكلمه معنى سوبر في اطار الروح الرياضيه ما بين اللعيبه، ما بين الجمهور، ما بين طبعا مجلس الادارات. اتمنى ان هي ان شاء الله تكون مباراه سوبر بمعنى الكلمه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يمكن هي مباراة النهارده صربيه، مواجهه صربيه سويسريه، يمكن اول سوبر او اول قمه ما بين الاثنين المدربين. يمكن ميتشو عنده 50 سنه، ريني فايلر عنده 46 سنه. يمكن ميتشو متولي المهمه يوم 17 اغسطس 2019، لكن مدرب النادي الاهلي فايلر متولي المهمه 31 اغسطس، يعني فرق اسبوعين ما بين الاثنين. ميتشو لعب 4 مباريات، كسب 3 وخسر 1. فايلر لعب ماتش 1 كسبه. يمكن ميتشو احرزه 6 اهداف، النادي الاهلي احرز 2، طبعا بالمقارنه ان ماتش 1. ولكن المهم هنا هو اعلى ترتيب وصل ليه المدرب على المستوى العالمي. ميتشو اعلى ترتيب وصل له عبر تاريخه كان ال 150 على العالم، لكن فايلر اعلى ترتيب وصل له عالميا كان ال 42 لما اخذ الدوري مع اندرلخت طبعا، فترتيبه زاد. يمكن ابرز انجازات طبعا ده ميتشو سبق ليه تدريب اورلاندو بايرتس ومنتخب اوغندا ومنتخب رواندا والهلال السوداني، عنده تجربه افريقيه كتيره. لكن ريني فايلر طبعا خبرات اوروبيه اكتر، لوزيرن السويسري واندرلخت ونورنبرج الالماني اكتر من حاجه. طبعا الانجازات يمكن فايلر اخذ الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي، يعني عنده خبره تجربه ان هو ياخد بطوله زي السوبر. الميتشو اخذ 2 دوري اوغندي، 4 دوري اثيوبي، 1 كاس اثيوبيا، 1 دوري تنزاني، كاس مصر طبعا مع نادي الزمالك. يمكن دي ابرز البطولات للاثنين. ده المقارنه. يمكن النهارده برضو ممكن نقول ان فايلر ممكن ينضم للمدربين السوبر عبر تاريخ النادي الاهلي، اللي هم النادي الاهلي اخذ السوبر 10 مرات: 4 مانويل جوزيه، 3 حسام البدري، 1 جريدو، 1 توني اوليفيرا، و1 كابتن عبد العزيز عبد الشافي. فالنهارده ان شاء الله ينضم معاهم ريني فايلر ويبقى طيب المدرب الخامس يا رب ان شاء الله. لكن خلينا نروح على طول بقى للتشكيله المتوقعه لنادي الزمالك امام النادي الاهلي، التشكيله المتوقعه وليست الرسميه. التشكيله المتوقعه نادي الزمالك هيبدا، ده اعتقد ان هو هيبدا نفس نهائي الكاس، يعني نفس تشكيله نهائي الكاس: 4-2-3-1، محمد عواد، 2 مساكين محمود علاء ومحمد عبد الغني، باك يمين حمدي النجاز، وباك شمال محمد عبد الشافي، الاثنين الارتكاز طارق حامد وفرجاني ساسي، الثلاثه اللي قدام اللي تحت راس الحربه يوسف اوباما صانع العاب وشيكابالا واشرف بن شرقي ومصطفى محمد. دي التشكيله المتوقعه. المتوقعه مره اخرى المتوقعه. يمكن هم عندهم نقاط قوه، ان طبعا ميتشو لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هم بيسجلوا اهداف اكتر في الشوط الثاني، فده تاكد ان هم بدنيا كويسين نادي الزمالك. ثاني حاجه ان ميتشو برده بيقرا المباراه بشكل كويس، يمكن هم لعبوا 4 مباريات معاهم مسجلين 1 و2، يعني حوالي 5 اهداف في اخر 4 مباريات في الشوط الثاني، 5 من 6 اهداف. ده بياكد ان الراجل عنده ان انت تقلق منه برده وتعمل له 1000 حساب، ان هم معاهم مدرب محترم ان شاء الله يعني ما يكونش باذن الله يعني موفق. طيب توقيتات احراز الاهداف تحت قياده ميتشو في اخر 4 مباريات، اول ربع ساعه اول ربع ساعه هدف، الشوط الثاني كله هدف و2 و2، يعني حوالي 5 اهداف من 6 في الشوط الثاني. طيب الزمالك عايز اقول حاجه بالنسبه لنقاط قوتهم زي ما حضرتك هتتفضل وتقول ان هم عندهم نقاط قوه كتير. الزمالك سجل 6 اهداف في اخر 4 مباريات. هم بالنسبه لنقاط قوتهم هم عندهم اكتر من سلاح مهم جدا لازم نخلي بالنا منه النهارده نادي الاهلي. رقم 1 الضربات الركنيه. الضربات الركنيه سلاح مهم جدا جدا لزمالك ميتشو، مسجلين منه 2 من 6. الحاجه الثانيه الجبهه اليمنى اللي فيها شيكابالا وحمدي النجاز مسجلين منها 2، برضه عرضيه من محمد ونجم وتسديده. ولكن خلينا نتكلم تحديدا على الضربات الركنيه. النهارده نادي الزمالك جايب مخلص مباراه الاتحاد، يعني لو بصينا على الصور
هنلاقي ان النهارده السؤال لرينيه فايلر مين هيمسك مصطفى محمد في الضربات الركنيه، هل هيلعب مان عليه ولا هيلعب منطقه؟ ده السؤال. هل هيفضل يعني ادي بص حضرتك ده في مباراه بيراميدز ضربه ركنيه يعني انقذها الشناوي ببراعه اللي هي الكره اللي شالها برد فعل. الصوره اللي بعدها برده هنلاقي ان هو ادي الهدف في مرمى الاتحاد من ضربه ركنيه مصطفى محمد. أيوه. الهدف برده قدام جنريشن فوت السنغالي، الهدف اللي بعده هنلاقي ان برده اهو هدف مصطفى محمد طالع. فهنا السؤال لريني فايلر، هل هيحط عليه مان؟ هل مثلا هيفضل البدء بمروان محسن بحيث ان هو قدراته الدفاعيه عاليه شويه في حته الالتحامات فانا احطه مان على مصطفى محمد، ولا هلعب زون؟ ده اللي المباراه هتبينه. اكيد الراجل مذاكر واكيد عارف ان هم مميزين جدا في الضربات الركنيه، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه عندهم نقطه قوه مهمه جدا جدا جدا، لو بصينا هنا هنلاقي ان ايه، ان كابتن ايمن عبد العزيز حتى لما طلع اتكلم في بعض نهائي الكاس قال لك احنا بنلعب بدبل 10 يعني 2 10، دي حاجه مهمه جدا لازم مدرب الاهلي النهارده يكون عامل حسابه. بمعنى ايه؟ انت بتلعب بشيكابالا ناحيه اليمين، اوباما، اشرف بن شرقي، عندهم تبادل مراكز رهيب ما بين اشرف بن شرقي وما بين اوباما في المركز 10، يعني شويه ده يروح 10 وشويه ده يروح 10، ده اللي هو تحت راس حربه اللي هو اللي هو صانع الالعاب وريها لهم برضو واحنا جايبينها على اللي هو ده اللي هو تحت المهاجم على طول، والثلاثه بيصلحوا ان هم يكونوا صناع العاب، فالثلاثه بيعملوا قدرات هجوميه لكن مش كبيره، مش الثلاثه بيصلحوا ان هم يكونوا على الاطراف، خلي بالك يعني اوباما ما ينفعش يطلع على الاطراف لانه ما بيدافعش ومش لعيب اطراف، لعيب الاطراف ده بيبقى ليه مواصفات ثانيه يعني. فانت عندك الاثنين دول تبادل عشر لازم مهم جدا، حمدي فتحي وعمرو السوليه الاثنين الارتكاز بتوع النادي الاهلي اللي هيدافعوا عليهم يخلي بالهم من حته تبادل المراكز مهمه جدا. انت بيلعبوا باثنين عشرة ديت عملت نقطه قوه لنادي الزمالك ونقطه ضعف في نفس الوقت. برافو عليك، هو ده انا قصدي، عشان كده بقول لك ان اللي بيطلع من الداخل للخارج او من جوه لبره الملعب بيبقى نقطه ضعف عليه شويه. اتفضل. يعني انت شيكابالا ادواره الدفاعيه ضعيفه جدا بصراحه، الاثنين اللي دول اشرف بن شرقي واوباما برضو ادوارهم الدفاعيه ضعيفه جدا، فالخلل اللي حصل في نادي الزمالك او الثغره اللي حصلت في نادي الزمالك في الفتره الاخيره ايه؟ ان بقى طارق حامد وفرجاني ساسي يزيدوا عشان يرحلوا ويغطوا على المشكله اللي عندهم فين؟ في الاطراف، اللي مفيش حد فيهم بيرجع، وبالتالي وسط ملعب الزمالك بقى فاضي. لو بصينا على الصور حتى الحالات الفنيه اللي هي في الاخر معانا هنلاقي ان عندهم مشكله واضحه جدا النهارده. الراجل اعتقد ان هو هيدفع بمحمد مجدي قفشه عشان يستغلها. محمد مجدي قفشه النهارده او حسين الشحات في الحته دي هيكون له دور مهم جدا. محمد مجدي قفشه لو في حالته انت عندك طارق حامد وفرجاني ساسي بيرحلوا بيحاولوا ان هم يضغطوا، بما ان صالح جمعه بره فاحنا بنتاكد ان يا اما مجدي قفشه يا اما وليد سليمان، لان حتى الان لم يخرج التشكيل الرسمي للنادي. اول صوره هيبص حضرتك ده الهدف اللي جه منهم من الفريق السنغالي. طارق حامد وساسي المشكله دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، موجوده السنه دي ليه؟ عشان الثلاثه اللي بيلعبوا قدامهم بقدرات هجوميه بس. أيوه. فبالتالي طارق حامد وساسي هم بيحاولوا يرحلوا هتتلعب ما بينهم. الصوره اللي بعدها هنلاقي الكره عدت ما بينهم في المساحه اللي في ظهرهم. المساحه هي المساحه الخاليه دي، المساحه دي مهم جدا النهارده محمد مجدي قفشه يكون ان شاء الله موفق فيه. دي مهمه جدا، حتى لو وليد سليمان نزل الشوط الثاني او بدا اي واحد فيهم يبدا النهارده ممكن يكون وليد سليمان مفاجاه المباراه، يكون الراجل عايز يستغل المساحه دي زي ما شفنا في الهدف الثاني لمباراه النادي الاهلي. أيوه. ادي المساحه الخاليه قدامنا على الشاشه، الحته دي مهمه جدا، هنلاقي الكره اتلعبت في العمق الدفاعي عندهم الثغره الثانيه اللي ما بين محمود علاء وعبد الشافي. هتتلعب المهاجم هيجيبها. الصوره اللي بعدها هنلاقي الصوره اللي بعدها برضو اهو المهاجم دخل ما بين محمد عبد الشافي ومحمود علاء، فواضحه جدا الثغره. الصوره اللي بعدها برضو هنبص نلاقي حالات كتير جايبين بص حضرتك يا كابتن اسلام على الصوره دي، بص ده في ماتش بيراميدز، ده بيراميدز الاثنين اللي عليهم الخط الازرق فرجاني ساسي وطارق حامد. هم مرحلين لقدام عشان يغطوا، وبالتالي في ظهرهم انكشف الدايره اللي ورا دي مساحه كبيره جدا كان يقدر مثلا لعيب زي عبد الله السعيد يستغلها النهارده. دي الفرصه اللي قدام النادي الاهلي النهارده، المساحه دي مهمه جدا اللي هي الزون 14 اللي هي المنطقه ال 14 مهمه جدا النهارده. اللي هيستطيع يتفوق في منطقه ال 14 هو اللي هيكسب المباراه، لان نادي الزمالك عنده قدام معلش منطقه ال 14. تعالى لي يا سمير لو سمحت وخلي احمد دكتور احمد يوريها لجمهور النادي الاهلي من خلال هي يعني لو مثلا زون 14 اللي هي هنا بالظبط اللي هي زي المركز يعني طلع 10 لا طلع الاحمر قدام شويه ماشي واعمل يعني اعملها زي ما احنا اهي ده الرقم 10 اهو. ايوه في الحته دي بالظبط الجزء اللي هو امام اللي ورا الاثنين الارتكاز لو سمحتوا اللي ورا الاثنين الارتكاز ايوه وصانع الالعاب بيبقى المنافسه يعني هي الحته دي بالظبط اللي هيسيطر عليها سواء اهلي او زمالك هو اللي هياخد المباراه. ليه؟ لان نادي الزمالك اصلا عنده اشرف بن شرقي وعنده
اوباما في الحته دي مميزين قوي، وهم نقطه قوه رهيبه ان الاثنين بيجوا بدون رقابه، الاثنين بيبقوا بيتحركوا بلا مركزيه، لكن النادي الاهلي برضو عنده طارق حامد وفرجاني ساسي بيرحلوا لقدام وبيسيبوا مساحه وراهم، فانت بالتالي تقدر بمحمد مجدي قفشه، تقدر بوليد سليمان، تقدر بحسين الشحات، تقدر برمضان. الحته دي تحديدا اللي هياخدها اعتقد ان هو هيفوز بالمباراه. تمام. مهمه جدا. اذا كلنا لازم ناخد بالنا من هذه المنطقه. المنطقه دي واحنا شفناها في الصور لما عرضنا الصور حالات فنيه كتير، الصور الصوره برضو اللي بعدها هنلاقي حالات كتير في سواء في ماتش بيراميدز او ماتش دي الصوره ثانيه اهي، دي إيريك تراوري اخترق وادي المساحه، طارق حامد وساسي. ليه الكلام ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت؟ لان كان معاهم الثلاثه اللي قدام بقدرات دفاعيه اقوى، كان احمد سيد زيزو بيرحل معاهم بيرجع فبيعملوا ثلاثه ارتكاز، بيعملوا شبكه دفاعيه في وسط الملعب، لكن ده انت عندك شيكابالا ما بيرجعش، اوباما ما بيرجعش، اشرف بن شرقي ادواره الدفاعيه مش قويه. بس خد بالك يا دكتور، ده على الجانب الاخر ده هيبقى قوه هجوميه، قوه هجوميه كبيره. طبعا قوه هجوميه، ولازم تخلي بال يعني نخلي بالنا طبعا من شيكابالا. طيب. هنتكلم عنها طبعاً. في وقتها. احنا اتكلمنا عن الضربات الركنيه واتكلمنا عن اهداف نادي الزمالك في جينيريسيون. بمناسبه الضربات الركنيه مصطفى محمد، مصطفى محمد في مقارنه ما بين النهارده ما بين مهاجم مصر الاول، يعني الاثنين مرشحين ان هم يكونوا مهاجم منتخب مصر. سواء صلاح محسن او جماعه، احنا في قناه الاهلي عادي ما تقلقوش، احنا دايما ما بنيجي نتكلم بنتكلم بمنتهى الواقعيه. صلاح محسن ومصطفى محمد الاثنين دول هم امل مصر خلال الفتره، مصر كلها املها في الاثنين دول في الراس حربه، لان احنا عندنا مشكله كبيره من بعد مروان محسن، او طبعا. ان شاء الله ربنا يدي مروان محسن بقيه الخمس ست سنين اللي هيلعبهم، وبعد كده بقى هتلاقي صلاح محسن وهتلاقي مصطفى محمد، يبقى في تنافس ما بينهم وبين بعض. اتفضل. طبعا لو دي مقارنه، خلينا ناخد المقارنه الاولى الاول. المقارنه دي على مدار يعني الاثنين من اول ما بداوا تاريخهم الكروي، يعني صلاح محسن مش في الدوري بس، يعني في كل في الدوري وفي الكاس. في الدوري صلاح محسن لعب 52 مباراه مسجل 14 هدف و5 اسيست. مصطفى محمد 52 مباراه مع انبي ومع النادي، مع انبي ومع النادي الاهلي. تمام. مصطفى محمد برضو مع طنطا ومع الفرق وطلائع الجيش وكده، لعب 68 مشاركه مسجل 21 هدف و6 اسيست. تمام. في الكاس صلاح محسن لعب 4 ما سجلش ولا هدف، وصلاح مصطفى محمد لعب 3 مسجل هدفين. تمام. الميزه المشتركه عند الاثنين ان في اخر ماتشين لان لعبهم سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك الاثنين مسجلين 3 اهداف. أيوه. فده بياكد الحاله الفنيه العاليه عند الاثنين في الفتره الاخيره، سواء صلاح محسن او مصطفى محمد، الاثنين بصراحه سلاح فتاك للنادي الاهلي وسلاح فتاك للنادي الزمالك، سواء صلاح محسن او مصطفى محمد. طيب خلينا بقى نروح ايضا للجانب، نبدا بالجانب الشمال. الجانب الشمال رمضان صبحي واشرف بن شرقي، مقارنه رمضان صبحي باشرف بن شرقي او اشرف بن شرقي برمضان صبحي؟ طبعا يمكن الاثنين صغيرين في السن، طبعا رمضان صبحي 22 سنه، اشرف بن شرقي 24 سنه. رمضان لعب مع الانديه اللي لعب كلها، لعب 153 مباراه مسجل 23 هدف و22 اسيست، لكن اشرف بن شرقي لعب 104 مباراه مسجل 19، يعتبر عدد اهدافه قليل، و13 اسيست مش كبير يعني. وبالنسبه لعدد المباريات الدوليه، رمضان لعب 9 مباريات، اشرف بن شرقي لعب 8 مباريات دوليه. يمكن طبعا رمضان من اللعيبه اللي معاها رقم مميز قوي، عنده 3 كاس سوبر. يعني ان شاء الله لو النادي الاهلي اخذ البطوله النهارده هيبقى رابع كاس سوبر لرمضان صبحي. دي مقارنه ما بين الاثنين، ولكن اشرف بن شرقي برضه لعيب مميز، بيعجبني فيه تحركاته بدون كوره بشكل مميز قوي. بيعرف ياخد اماكن مميزه جدا، يمكن الفينش ما كانش موفق معاه في بدايته مع نادي الزمالك، ولكن في المباراه الاخيره الفينش اشتغل معاه. لكن رمضان صبحي طبعا لعيب خبره، لعيب كمان عنده دور مهم جدا النهارده، ان واحده من الثغرات الدفاعيه نادي الزمالك حمدي النجاز. حمدي النجاز على المستوى الهجومي مميز، بيديك عرضيات كويسه جدا، ولكن على المستوى الدفاعي بطيء في الارتداد الدفاعي. يقدر رمضان، ورمضان اصلا مميز في مباراه الاهلي والزمالك، يقدر النهارده ان هو يستغل الثغره اللي ورا حمدي النجاز. رمضان واحد من اللعيبه اللي بتبقى كعبها عالي على نادي الزمالك، يقدر النهارده ان يعني يكون موفق باذن الله. طيب خلينا نروح للجزء اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، الجزء اللي هو رقم 14 في الملعب، يعني اللي هو زون 14 او منطقه رقم 14 اللي هو ما بين يوسف اوباما من نادي الزمالك ومجدي قفشه من النادي الاهلي او وليد سليمان. طبعا صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب، احنا عاملينها ما بين يوسف اوباما ومجدي قفشه. يمكن اوباما عنده 24 سنه، قفشه عنده 23. قفشه لعب 101 مع في الدوري مع كل الانديه اللي لعبها، لعب مسجل 16 هدف و19 اسيست. أيوة. اسيستاته كتير ما شاء الله. اوباما 9 اسيست في 102 مباراه، على فكره الاثنين عددهم مقارب في المباريات، يعني ده 102 وده 101. عدد الاهداف بتاعت اوباما 21 هدف، عدد المشاركات في الكاس لاوباما 17 مسجل 5، عدد المشاركات في كاس مصر 11 واحرز هدفين في كاس مصر.
تمام. معانا بعد كده برضو مقارنه ما بين شيكابالا ووليد سليمان، يعني شيكابالا مقارنه ماشي. سريعه كده ما بين شيكابالا ووليد سليمان، مقارنه برضو مهمه يمكن ممكن يعني طبعا وليد هو لسه حتى الان برضو عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، حتى الان لم يظهر التشكيل الرسمي سواء لنادي الاهلي او لنادي الزمالك. اتفضل. يمكن بالنسبه لشيكابالا مسجل 65 هدف مع جميع الانديه و79 اسيست، وليد سليمان مسجل 63 هدف و53 اسيست مع جميع الانديه. طبعا وليد سليمان معاه 3 كاس سوبر، دي برضو النهارده لو ان شاء الله النادي الاهلي اخدها هيبقى 4، مع 4 دوري، 1 كاس، مع كونفدراليه، مع 2 دوري ابطال افريقيا. شيكابالا معاه 5 كاس مصر، 2 دوري فقط، 1 دوري ابطال افريقيا، 1 سوبر. عدد المباريات الدوليه شيكابالا 32، وليد سليمان 28. القيمه التسويقيه للاثنين دلوقتي الحاليه وليد سليمان 450 الف يورو وشيكابالا 180 الف يورو. تمام. طيب خلينا نروح برضو للناحيه اليمين شويه، الناحيه اليمين سواء حمدي النقاز في نادي الزمالك هو اللي هيلعب غالبا طبعا، والناحيه الثانيه احمد ما بين احمد فتحي ومحمد هاني، واحد فيهم هو اللي هيلعب. ولكن لو حمدي النقاز وشيكابالا على الجانب الاخر ممكن يبقى احمد فتحي او محمد هاني، وقدامهم وليد سليمان او حسين الشحات او جيرالدو طبعا، اللي قد يكون مفاجاه هذه المباراه. طبعا يمكن المقارنه بتقول ان حمدي النجاز واحمد فتحي، احمد فتحي بصراحه ارقامه قويه قوي على مدار التاريخ، يعني مقارنه حرام بيني وبينك تقارن حد باحمد، يعني بيني وبينك يعني المفروض احمد لوحده في حته لوحده، حسام عاشور في حته ثانيه لوحده. يعني كابتن احمد فتحي معاه 10 دوري، 10 دوري مصر، 10 دوري بس كاس مصر، هو قرب من حسام عاشور. 10 ده غير الدوري بتاع الاسماعيلي، لا يعني بالدوري 9 مع الاهلي وواحد مع الاسماعيلي، واحد مع الاسماعيلي يبقى لسه له 2 ويجيب حسام عاشور. 10 دوري مصري، كاس مصر، 2 سوبر، 3 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 129 مباراه دوليه، مسجل 30 هدف وعامل 62 اسيست. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني لكن حمدي النجاز طبعا 7 اهداف. حمدي النجاز يمكن الرقم المميز ان هو عنده 2 كونفدراليه، واخد واحد مع النجم الساحلي وواحد مع نادي الزمالك، اخد دوري تونسي، اخد 2 كاس مصر، اخد 3 كاس تونس، يمكن هو عامل 24 اسيست ومسجل 7 اهداف كلهم مع النجم الساحلي، ما جابش ولا هدف مع نادي الزمالك، وعنده 22 مباراه دوليه. يعني برضو حتى الان واحنا برضو بنتكلم عن الحضور الجماهيري، حتى الان يعني ساعه قبل مباراه النادي الاهلي، طبعا دي من اصدقائنا اللي متواجدين هناك، حتى الان حضور يعني ليس بالكثير لجمهور نادي الزمالك، وحضور كثيف لجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله الخمسه هنا يكملوا، 5000 هنا يكملوا، وال 5000 هنا يكملوا، ونتفرج على مباراه ممتعه حتى ما بين الجمهورين سواء النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك. اتفضل يا دكتور. خلينا نروح برضو قوة النادي الأهلي في الجبهة اليسرى، علي معلول، الجانب الآخر ما بين عبد الشافي وما بين عبد الله جمعة، برضو الاثنين كويسين، احنا متأكدين ان علي ان شاء الله هيلعب هذه المباراة. علي معلول كمان يعني نقطة قوة النادي الأهلي جبهة علي معلول، وهم عندهم جبهة شيكابالا، فاللي هيسيطر يعني احنا اللي هيسيطر ما بين علي معلول وشيكابالا، دي مواجهة ثنائية مهمة جدا، اللي هيكسب فيها هيرجح كفة فريقه. علي معلول يمكن برضو مقارنة ما بينه وما بين عبد الشافي، علي معلول 29 سنة، عبد الشافي 34 سنة. معلول لعب 288 مباراة في كل الأندية، عبد الشافي لعب 319. معلول عدد أهدافه أكتر بكتير من عبد الشافي، يعني معلول مسجل 51 هدف في تاريخه مع الأندية، عبد الشافي 10 بس. حتى عدد الأسيستات معلول أكتر، 70 أسيست، عبد الشافي في جميع الأندية 30 أسيست. عدد المشاركات الدوليه المعلول اكتر 58، عبد الشافي 53. يمكن طبعا معلول معاه 3 دوري مصري، معاه كاس مصر، معاه كاس سوبر، معاه دوري، معاه هداف الدوري التونسي. عبد الشافي معاه دوري مصري، معاه 3 كاس مصر، اخذ السوبر السعودي قبل كده، ومعاه كاس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي. اخر حاجه النهارده الاثنين حراس هيبقى لهم دور مهم جدا النهارده يا دكتور احمد، سواء محمد عواد او محمد الشناوي. طبعا الحراس النهارده الحارس الكبير هو من يصنع الفارق لفرقته في المباريات الحاسمه. النهارده التفاصيل الصغيره اللي هتفرق، سواء الضربات الركنيه زي ما اتكلمنا، المنطقه 14، الحارس برده اللي في الفايق هو اللي هيرجح كفه فرقته، حتى لو وصلنا لضربات الترجيح. الحارس الفارق هو اللي يعني طبعا النهارده محمد الشناوي بتتكلم في طوله 191 سنتي، متر و91، عواد متر و84، الشناوي اطول، الشناوي اكبر في سن 30، عواد 27. يمكن في المشاركات في الدوري بتاعت الشناوي 190، حافظ على نظافه شباكه 70 كلين شيت، عواد 54 كلين شيت من 126 مباراه. تمام. إذن الحارس الافضل ان شاء الله النهارده هو اللي هيرجح فرقته طبعا، وممكن الحارس يبقى نص الفريق في المباريات زي دي ان شاء الله. بشكرك يا دكتور احمد، ان شاء الله نلتقي ما بعد نهايه هذه المباراه. شكرا.
شكرا. ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنروح نشوف تقرير عن حكم المباراه او طاقم التحكيم لهذه المباراه ونرجع نستقبل ضيفنا في فقرتنا الثانيه كابتن ايمن دجيش بعد الفاصل والتقرير.